ذكرت في سفر الخروج إصحاح 32، بيقول البعض إن هي ما تنفعش بقى الله جل جلاله. إزاي ربنا يقول على نفسه إن هو بيندم؟ إزاي ربنا يقول على نفسه إن هو بيغضب؟ التعبيرات دي ما تنفعش. الشبهة نصها حسب يعني طبعا ذكرها أستاذ الحبيب أستاذ جيمس، وذكرت قبل كده أيضا على الإنترنت. يقول المشكك: فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه، وأيضا في صمويل الأول إصحاح 15 عدد 11: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. لكن بيقول طب مكتوب في سفر العدد إصحاح 23 عدد 19: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ فإذا كان الكتاب المقدس بيؤكد أن الله لا يندم، فكيف يندم الله ويتحسر؟ وحسب الكلام اللي بيقول، ناخد الأول بعض المعاني اللغوية علشان نفهمها مع بعض. ونبتدي أولا بالمعاجم اللغة العربية. معجم الغني بيقول إيه على كلمة ندم؟ ندم النون والدال والميم، ندمه شديدا، أسفه، حزنه، تحسره أكثر من الندم والاستغفار والتوبة. معجم الوسيط بيتكلم على الندم والندامة والأسف أو كرهه بعد فعل الشيء وهو نادم. فالمشكلة المعنى اللي بيضايق الإخوة المسلمين أو اللي بيضايق المشككين وبيحاولوا يثيروا بعض المسيحيين بتشكيكهم بالنقطة دي، إن هو يقولك أهو حسب المعاجم اللغة العربية أو بالمقياس العربي، إن كلمة ندم معناها إن هو واحد عمل حاجة وتأسف بعد عملها. ولسان العرب: ندم على ما فعل، يندم ندما ندامة وأسف وحزن، أو تاب فعل شيء وكرهه. والندامة هو التوبة، كويس؟ لكن ده مش المعنى الحقيقي اللي موجود في الكتاب المقدس. لو هيهاجموا الكتاب المقدس باللغة العربية، نبتدي نرجع للمعاني الصحيحة اللي مكتوبة لغويا في العبري. موسى بيقول إيه؟ فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يحمي غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقل لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال أن يفعله بشعب. الله ما يندمش مثل بقية البشر لأنه مش بيخطئ. فمعنى الندم هنا مش بالمقياس البشري. لكن هنا ربنا بيعمل إيه؟ ربنا في موقف مع موسى، أخطأ الشعب بشدة، ربنا عايز يخلي موسى اللي عارفه أنه بعدها بشوية صغيرة هيتعب، وبالفعل موسى تعب بعدها بشوية صغيرة. ممكن ندرس الموقف ده بس فيما بعد. ربنا بيوضح عايز أن موسى يستشفع للشعب بنفسه، وبالفعل ده اللي عمله موسى. فربنا وضح، قال لموسى: اتركني. هل موسى يقدر يوقف ربنا لو ربنا أراد يفنى الشعب؟ طب ما هو ضرب الشعب قبل كده بضربات كتيرة، ضربهم بالحياة، ضربهم بالوباء، ضربهم بالنار، ضربهم بانشقاق الأرض. هل حد يقدر يوقف ربنا؟ فلكن هنا علاقة بيتكلم فيها الله مع موسى بلغة بشرية يفهمها موسى، وبالفعل موسى فهم وبدأ دور الشفاعة ودور التضرع لأجل أن ربنا ما يفنيش الشعب. وهي دي اللي كان لما اتكلمنا قبل كده على شبهة أن إزاي يتصارع الله مع يعقوب، ووضحنا أن معاملات بشرية. ربنا عايز يعقوب يتضرع إليه بالصلاة والبكاء، زي ما ذكر هوشع أن صراع يعقوب مع الله كان عبارة عن بكاء وتضرعات. ربنا أيضا عايز موسى بدل ما يبتدي يتنرفز على الشعب، لأن موسى كان تعب من حمل الشعب عليه، يتحول لموقف أن هو يدافع عن الشعب. وبالفعل موسى عمل كده فبدأ يدافع عن الشعب. فربنا بيكلم موسى بلغة بشرية بأسلوب نفهمه ويفهمه موسى، علشان نبدأ نقدم توبة ونسقط تحت مراحم ربنا ورأفته وما نسقطش تحت عقابه. عشان كده نقول له حتى في القداس الإلهي:
كرحمتك وليس كخطايانا، يعني ربنا عاملنا بمرحمك الواسعة وليست عاملنا بخطايانا الكثيرة. فكلمة فندم الرب، ربنا لا يندم مثل البشر، لكن ربنا يتفاعل مع الإنسان. اللي يتخيل الله لا يندم لأنه لا يتحرك وليس له مشاعر وهو أصم، ده كده بيهين ربنا. لكن احنا بنقول الله لا يندم بالمقياس البشري، ولكن الله يتفاعل مع الإنسان. بمعنى إيه؟ في زكريا 1:3 بيقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم. ندم الله هنا حتى لو هناخده بالمقياس العربي بمعنى محبة. ارجع له، توب، يرجع إليك ويغير الأمر اللي قاله إن هو يفنيك. هو فقط عايز منك الرجوع، ارجعوا إلي فأرجع إليكم. فمش معناها إن هو أسف وحزن على خطية، لأ، لكن هنا مرتبط بتفاعل ما بين الله والإنسان. هو عارف كل الأبعاد، عارف السابق وعارف المستقبل، وعارف اللي في قلب وفكر الإنسان، وعارف رد فعل الإنسان هيكون إزاي، ويبتدي يوضح أن الإنسان يستحق العقاب، ولكن يسيب للإنسان فرصة للتوبة علشان الإنسان يتوب وربنا يغفر ليه خطيته. زي بالضبط الموقف أيضا اللي ذكرناه قبل كده، لما التقى الله بموسى في الطريق لما خالف وصية ربنا ومحبش يختن ابنه، والرب كان ممكن يقتله، لكن ربنا ما هو كان قادر يقتله في لحظة، لكن اداله فرصة للتوبة. فلو أخذنا في الاعتبار أن الله فوق الزمان، العالم بكل شيء، لا يتغير بالمقياس البشري، ولكن فقط يتفاعل، نلاقي المعنى الوحيد اللي مقصود من العربي هو معنى الحزن، أنه يحزن، لأن التفاعل لازم فيه محبة وفرح وحزن. اللي ما بيحبش ما بيفرحش وما بيحزنش مع حبيبه يبقى ما عندوش مشاعر، يبقى ميت. وإلهنا مش ميت، إلهنا يشعر، لأن إلهنا حي بروحه القدوس. عشان كده نلاقي العدد الإنجليزي يؤكد أن المعنى المقصود بيها هو معنى الحزن. عشان كده يقول repeated يعني حزن. والعدد اللي موجود في ترجمة كينج جيمس الكلمة المستخدمة بمعنى حزن، وحتى إن بيبليكال هيبرو الكلمة المستخدمة هنا بمعناها حزن. الكلمة العبري اللي هي كلمة نخام معناها إيه؟ كلمة نخام استخدمت بمعنى to see، يعني to fight، يعني النظر، يتنفس بقوة، breathe strongly، يعني تعبير عن المشاعر، تعبير رمزي عن المشاعر، يشعر بالحزن، to be pity، يشعر بالكمفورت سواء بالراحة أو بالمعنى repent يعني الندم. فلما نشوف الكلمة استخدمت في الكتاب المقدس إزاي، نلاقي الكلمة استخدمت 34 مرة بمعنى راحة comfort. فالكلمة مش معناها فقط ندم، لكن الكلمة معناها راحة حسب استخدامها في الجملة. و20 مرة جاية راحة بالمعنى الماضي، و19 مرة بمعنى ندم في المضارع، 17 مرة بمعنى ندم في الماضي، و5 مرات بمعنى مستمر في الراحة، وغيرها من الاستخدامات. وأيضا لها بعض الاستخدامات القليلة زي معنى كلمة يستقبل، وبمعنى repeating يعني يكرر بعض الأشياء. فهي تعني الحزن، وتستخدم أيضا أحيانا بمعنى الراحة وبمعنى ندم، ولكن مش ندم معناه خطية فندم عليها، لأ. زي ما شبهت قبل كده، لو راعي صالح لكن كلب من كلابه أصبح مسعور، ابتدى يهاجم الخراف بتوعه، الراعي بيقتل الكلب وبيشعر بالحزن عليه، لكن بيشعر بالحزن علشان خاطر ان ده كلبه، لكن لازم يقتله علشان خاطر هو أمين وعادل. كويس؟ حتى العدد اليوناني والعدد اللاتيني اللي جه يعني معناها الحزن. طيب الغضب أيضا بنفس المقدار، ربنا لا يتنرفز ولا يفقد أعصابه ولا كلام من ده، لكن بيتعبر بأسلوب بشري، بيعبر بأسلوب يفهمه البشر. الحاجة اللي تعملها بابا هيزعل منك. هل لو ضيعت أستيكتك هتفرق كطفل صغير؟ هتفرق حاجة مع الأب؟
مش هتفرق معاه حاجة قوي، لكن بيدي الأب تعبير لابنه بالمقياس اللي يفهمه الابن. لو ما أكلتش السندويتش بتاعك بابا يزعل منك، لو ضيعت القلم بتاعك أو الأستيكة بتاعتك بابا يزعل منك. طب ما بابا يقدر يشتري أستيك كتيرة، لكن هو فقط عايز يدربك على حاجة. فالكتاب المقدس يوضح أن إلهنا حي، ودي نقطة مهمة. اللي بيحكم على إلهنا أنه إله ميت صمد حجر متلبد المشاعر، يعني ما عندوش مشاعر خالص، ما بيحسش وما بيشعرش وما بيتفاعلش، ده إله مش عايزين. نرفض هذا الفكر عن إلهنا. إلهنا إله حي، إله فعال، إله يشعر بأبنائه. لو ما كانش بيشعر بيهم يبقى كل كلامنا عن محبة الله إلينا كلام كذب وفاضي. فالمقياس زي ما وضحت مش هيفرق معاه حاجة ويقدر يفني الشعب، لكن بيعبر لموسى بتعبيرات بشرية يفهمها موسى والشعب. لموسى دور مهم، علشان موسى بدل ما هو في موقف التعبان من الحمل التقيل بتاع الشعب يتحول لموقف الشفيع للشعب، وده موقف ممتاز. وأيضا الشعب يشعر أن الرب فعلا قادر على إفنائهم فيرجعوا إلى الرب فيرجع إليهم. نكمل بقية الأعداد علشان ندرسها مع بعض. العدد الثاني اللي بيستشهدوا بيه دايما يقول لك لا، الله ليس انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم. عدد ده صحيح، ولكن سؤال، من قائل هذا العدد؟ مين اللي قاله؟ هل ربنا اللي قال الكلام ده؟ الحقيقه مش ربنا اللي قال الكلمه دي، اللي قال الكلمه دي هو بلعام بن بعور، هو اللي قال العدد ده. وندرس موقف بلعام ابن بعور ساعة ما قالها وقالها ليه. بلعام ليه غرض وليه يعني شهوة مادية، وبيقصد بيها ان الله ما يرجعش عن وعوده، ويقصد بيها كلمة لا يندم بمعنى ان هو يعني مرادف للكذب، لان هو قال الله ليس انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم، بمعنى مترادف لمعنى الكذب، اللي يكذب ويرجع يندم بسبب كذبته. وطبعا ده صحيح، الله لا يكذب ولا يندم لانه ما بيكذبش. فالمعنى اللي ذكره بالعام صحيح، ولكن بالعام ذكر العدد ده لانه نفسه ربنا يسمح له ان يروح لبلاق وياخد عطايا بلاق الكتيرة والفلوس الكتيرة اللي قاعد يوعدوا بيها عشان يلعن إسرائيل. وبلاق وهو ملك مؤاب طبعا سمع عن انتصارات شعب إسرائيل، عمل الله المعجزي معاه وشق البحر وغيره من القوات الكتيرة اللي عملها ربنا لشعب إسرائيل، فعايز بالعام يلعن الشعب بأي شكل عشان يعرف ينتصر عليه بلاق. وبالعام كان في شهوة في قلبه شريرة عايز ياخد عطايا بلاق الكتيرة، فهو بطلبته دي عايز ربنا يغير فكره عن شعب إسرائيل. فربنا وعد ان هو يبارك شعب إسرائيل، وبالعام بيرد عليه بيقول له ربنا مش هيغير فكره عن شعب إسرائيل، طول ما هم سايرين في طريق ربنا ربنا مش هيسيبهم وهيفضل ينصرهم وهينصرهم عليك يا بلاق. وبلاق يريد ان الله يكذب على الشعب ويخدعهم ويرجع بعد ما كذب عليهم وقال لهم اطلعوا للبرية يفنيهم، ده اللي نفسه بلاق يعمله. والله مش هيكذب على شعبه، طالما وعد ان هو يحافظ على شعبه هيحافظ عليه بالفعل. وبالفعل المحزن ان بلاق، هنشوف يمكن ان عارفين في سفر العدد ومرة من المرات هنبقى ناخدها مع بعض وحتى برضو ندرسها من الفكر الاسلامي، ان بالعام وافق ان هو يروح مع بلاق رغم ان ربنا وضح له ان هو ما يروحش، وحاول ان هو يلعن الشعب وكل مرة ما يقدرش يلعن الشعب. فالله بالفعل امين، اما بلاق وبالعام الاثنين دول اللي كانوا غير امنة. وعلشان كده نهاية تصرف بالعام الشرير عمل ايه؟ اغرى الشعب بالوقوع في الخطية، اشار مشورة شريرة على بلاق ان هو يترك البنات الكنعانيات والمديانيات ان هم يزنوا مع شعب اسرائيل، ولما يزنوا مع شعب اسرائيل المديانيات يرتكب خطيه الزنا اللي بالعام عارف ان دي خطيه بيكرهها ربنا. فالله الامين ايضا امين في عقابه فيعاقب شعب اسرائيل وينتصر عليهم بلاق.
فبلعام يستغل نقطة في ربنا، نقطة شريرة، يشبه أي إنسان يجي يقول لنا إيه، مش كتابكم قال كذا، طب وروني الكلام ده صحيح، ويرفض ياخد المعنى الروحي ليها ويصر على المعنى الحرفي. فهو معنى صحيح، الله لا يكذب ولا يندم لأنه لا يكذب، لكن يجي واحد يقول مكتوب في كتابكم إن كان ليكم إيمان مثل حبة الخردل قولوا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فينطلق، ويقول يلا وروني، مش مكتوب في الكتاب المقدس قولوا الكلام ده، ويرفض أن ياخدها بالمعنى الروحي. لكن ربنا حتى في موقف زي ده يتصرف مع شعبه، الموقف اللي عمله بالعام، وحاول يستغل أن ربنا ما بيكدبش، وحاول يستغل أن ربنا طالما قال اللي يخطئ يتعاقب، حاول يوقع الشعب في الخطية، اتعاقب شعب إسرائيل واتقتل منهم حدود 24 ألف إنسان، ولكن بسبب هذه الخطية أيضا اتقتل الشعب المدياني، وخاصة كل نساء المديان اللي صنعوا الشر مع شعب إسرائيل. فبالعام تخيل أن ربنا هيكون أمين فقط في عقاب الشعب إسرائيل، لكن الله كان أمين في عقاب الشعب إسرائيل وشعب مديان أيضا. فالنقطة الأولانية بتكلم على تفاعل الله مع شعبه ومع أبنائه ومع كل إنسان. ربنا لو شافك خاطي وحب يعاقبك ورجعت بتوبتك هيرجع إليك أيضا ويبتدي يطبطب عليك ويمسح لك دموعك. ده مش معناه أنه هو ندم، هو عارف اللي هيحصل بالضبط لأنه هو عارف المستقبل بالكامل، لكن هو عمل كده وأظهر لك مشاعر الغضب ومشاعر العقاب علشان لما تتوب يظهر لك ما تفهمه أنت أن هو مشاعر ندم علشان خاطر علاقة ما بين أب وابنه. موضوع اللي موجود في سفر صموئيل الأول إصحاح 15 عدد 11، ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي، فاغتاظ صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله. ربنا هنا بيوضح أنه هو زعلان بسبب فعل شاول، وفهمنا معنى الكلمة أن هي مش معناها يخطئ ويندم على خطيته، لأ، لكن تفاعل ما بين الله ونبيه صموئيل بسبب شر شاول. فالله يندم أن ابنه عمل الخطايا دي اللي هو شاول، ولو أصر الابن على العناد ربنا يرفضه ويتحول من ابن إلى نغل، يعني ابن مرفوض، ابن عاصي. فليرفض الله باختياره بعد محاولة واثنين من ربنا ان هو يرجعه ويرفض، يرفضه الله ايضا من طريقه. المثال الثالث اللي بيستخدم اللي هو في سفر صموئيل الثاني، وايضا متكرر في سفر اخبار الايام الاول، في سفر صموئيل الثاني صحاح 24 عدد 16، وبسط الملاك يده على اورشليم ليهلكها، فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى الآن رد يدك، لأن الملاك الرب، وكان ملاك الرب عند بايدر أرونا اليبوسي. كلام أيضا مكرر في سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 21 عدد 15، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر. بالضبط زي لما تقرر تعاقب ابنك بسبب خطية معينة، خطأ معين عمله ابنك، وتيجي في الآخر تتأكد أنه هو فعلا ندم على اللي عمله وتاب على خطيته، فترجع تظهر له مشاعر الحزن وتعفو عليه وتقول خلاص مش هكمل عقاب. هل في ساعة لما تقول أنا مش هكمل عقاب حد يدينك ويقول عليك غلطان ليه انت رجعت في كلامك؟ لا، ده حتى القضاء محدش بيقدر يعترض عليه، اللي بيخرجوهم بدري عن فترة لحسن السير والسلوك، فليه بنسمح للقضاء ونقول عليها ده شيء رائع ان القضاء اللي الإنسان بيثبت فترة السجن ان هو حسن السير والسلوك بيخرجوه بدري، ونيجي على ربنا الحنين اللي يعفي على أولاده ويسامحهم وما يكملش العقاب يقولوا عليه ربنا كده بيرجع في كلامه؟ ليه؟ ربنا حنين، ربنا يتفاعل، اللي في كل واحد بيفكر في ذهنه ان ربنا ما عندوش مشاعر يبقى معرفش إله المسيحية أو إلهنا كويس، إله العهد القديم والعهد الجديد. أما اللي متأكد أن الله حنون جدا وعنده مشاعر، والإنسان بالفعل يقدر يغلب ربنا بدموعه، ده يعرف إلهنا كويس. اللي ما يصدقش كده يبقى لسه بعيد قوي عن ربنا. طيب اسمحوا لي أقارن حتة صغيرة بالفكر الإسلامي هنا. هل الفكر الإسلامي اللي بيهاجمون الشبهات الإسلامية في النقطة دي
ويقولوا فيها تناقض ويقولوا إلههم مش عارف بيعمل إيه وإيه وإيه، ما عندهمش إلههم بيندم. طيب نشوف سورة ياسين النص القرآني 30 ويقول الآتي: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وكلمة يا حسرة دي بقى ملهاش حل، لا مشاعر ولا تفاعلات، ولكن كلمة حسرة يعني العمل غلط وندم على غلطه. والمتكلم هنا إله الإسلام. نقرأ تفسير الجلالين أن الحسرة كانوا يستهزئون مسوق لبيان سببها لاشتماله على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة. تفسير الطبري: يا حسرة على العباد، كان حسرة عليهم استهزأوا لهم بالرسل. حدثني عن يقول يا ولاء العباد، يعني بيولول على العباد. وكان بعض أهل العربية يقول من معنى ذلك يا لها حسر على العباد، يعني واحد عمل حاجة غلط في حاجة وبيتحسر على خطأ. طيب اللي بيهاجمونا في الفكر ده وبيقولوا إلههم فوق العرش متى يعني صمد ما بيتحركش، لأن التحرك كده ده هو منزه عن الحركة ومنزه عن المشاعر ومنزه عن التغيير. طب ازاي هو كل الصفات اللي بتقولوها وهو يولول ويتحسر على العباد؟ سؤال، هل يعرفوا يرد عليها يا ترى مع وضع الاعتبار ان الههم لا يتفاعل مع البشر؟ هل هيعرفوا يرد عليها يا ترى ولا لا؟ فزي ما قلت الهنا ما بيندمش ان هو بمعنى يجلس ويتحسر ويكذب فيرجع يندم على كذبته، الكلام ده غير صحيح بالمرة. المعنى اللي مقصود أب بيحزن على خطية ابنه وبيندم إن ابنه عمل الخطية دي، وأحيانا بيوصل لدرجة إنه بيعاقب ابنه بس كمان بيدفع ثمن خطية ابنه، وخاصة لو خطية ابنه موجهة للغير، الأب دايما هو اللي بيدفع الثمن. ليه؟ لأنه بيحب ابنه. ده اللي حبيت أقوله في النقطة دي. أنا آسف طولت. تحبوا نكمل أسئلة تحت أمر حضراتكم، لو تحبوا نتكلم على موضوع العجل الذهبي ونقارنه ما بين التوراة وما بين الإنجيل، طبعا المكتوب في التوراة والإنجيل سواء عهد قديم أو عهد جديد، ونقارنه مع التاريخ بيقول لنا إيه، ونقارنه في القرآن الكريم قال لنا إيه على العجل الذهبي. عايزين نكمل في النقطة دي تحت أمر حضراتكم، عايزين نخليها للأسبوع الجاي ونبتدي بيها الأسبوع الجاي تحت أمر حضراتكم. احنا فضل لنا 50 دقيقة، فلو هنكمل أسئلة هناخد حدود 25 دقيقة أسئلة، وبعد كده 25 دقيقة نختم بترانيم وصلاة. المايك مع حضرتك أستاذ الحبيب سيريان كريستي، ربنا يبارك حياتك. شكرا يا دكتور ولي بابل، الرب يباركك، وشكرا لمحاضرتك وردك على الشبهة.